أهلا بكم. في أجواء إيمانية وروحية ممزوجة بالخشوع والتأمل، احتفلت رهبنة الوردية في الأردن بالذكرى الرابعة لتقديس الأم ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. احتفلت الرهبنة الوردية الأورشليمية في الأردن بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، بعيد مؤسسة الرهبنة القديسة ماري ألفونسين دانيال غطاس في دير بيت الزيارة دابوق. عاون سيادته في القداس جمع من الكهنة الأجلاء بحضور غبطة البطريرك فؤاد الطوال والرئيس الإقليمي للرهبنة في الأردن الأخت ميشلين معلوف، وسط حضور حافل من الأخوات الراهبات القادمات من شتى مدن وقرى المملكة وجمع غفير من المؤمنين. الرب حصن حياتي فمن من أفزع؟ إذا تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي فإنهم يعثرون ويسقطون. أما أنتم فبفضله صرتم في المسيح يسوع الذي هو لنا من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء. وفي عظة القداس أرسى سيادة المطران نهج دروب القداسة من خلال التطويبات على الجبل التي أرادها الرب يسوع دستور حياة لكل من أراد السير في سبل القداسة نحو كمال ملكوت الله. وأضاف سيادته عن إرادة الله العلي في أن يقيم من أرضنا المقدسة قديسة بصفات الأم ألفونسين في تواضعها وصمتها وحبها للآخر، والتي خدمت في مدينة السلط ما يقارب عامين، فنحن ننعم ببركة كبيرة في الأردن. نعم، صانع السلام هو من يحول الأعداء إلى إخوة متحابين، ومن يحب كل الناس من دينه أو من غير دينه، ومن يحاور ويقبل بالاختلاف ولا يحوله إلى خلاف، ومن يعذر ولا يدين، ومن يفكر تفكيرا إيجابيا فيرى الخير الذي في الآخرين لينميه ويضاعفه. وفي ختام القداس قدمت الأخت إيميليا صلايطة الشكر لسيادته وللآباء الكهنة ولجوقة القديس جورج الشهيد في محافظة إربد ولطلاب مدرسة راهبات الوردية في الشمساني على إحيائهم الترانيم خلال الصلاة، ولفضائية نورسات مكتب الأردن على نقلهم وقائع الصلاة، وللضيوف على مشاركتهم فرحة العيد وبهجة الحدث. كل سنة وانتم سالمين. اليوم في مهرجان عيد أمنا مير ألفونسين مؤسستنا وحبيبتنا، هي اللي بتدير بالها علينا كنا، ومعايداتي لكل خيات الرهبات وللرئاسة العامة وفي الضفة الغربية كمان، بعايد كل خياتي اللي ما قدروا يجوا، وبشكر الحضور في هالمهرجان الحلو والجميل، والعذرة تحمينا وتحميكم كلكم، وشكرا كمان للنورسات اللي عمالها بتوصل كلمة الله لكل واحد في بيته. ربنا يعطيكم الصحة ويعطيكم القوة حتى تقدروا تعملوا الرسالة تنثروها محبة وسلاما في العالم كله. شكرا. وانتقالا لمدينة السلط الأردنية التي قطنت بها القديسة ماري ألفونسين عام 1887 وحتى عام 1889، وتحديدا في كنيسة انتقال السيدة للاتين، احتفلت الرعية مع أسرة راهبات الوردية وجمع غفير من المؤمنين مع راعيها قدس الأب رياض حجازين ليحيون الذكرى الرابعة لتقديس الأم ماري ألفونسين مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة. وفي عظة القداس
ركز الأب حجازين على كلمات العذراء للأم ألفونسين: الوردية كنزك، ومعانيها وأبعادها في حياتنا كجماعة وأفراد. وفي ختام القداس وعلى أنغام تراتيل جوقة الرعية قاموا بالتطواف بصورة القديسة ماري ألفونسين إلى مزارها الذي كشفت عنه الستار الدكتورة باسم السمعان قبل 3 أعوام. وأكمل الأب رياض حجازين باقي أعمال الترميم لبقية المكان ليظهر الحجارة الأساسية التي كانت على زمن القديسة ألفونسين، ليصبح الآن من أكبر المزارات المقدسة في الأردن، الذي سيعاد افتتاحه رسمياً بحفل كبير خلال بداية العام الجديد، ليبدأ بجلب المؤمنين والسياح ليتباركوا من عبق قداسته وتاريخه النير. ويذكر أن القديسة ماري ألفونسين قد أعلنت قديسة في 17 أيار عام 2015 بساحة القديس بطرس في روما، وهي من مواليد 1843 وعاشت في السلط لمدة 2 منذ العام 1887 وحتى عام 1889.